في بعض الاخبار بتؤكد ان مارسيل كولر اعطى الضوء الاخضر لاداره النادي الاهلي لرحيل بعض النجوم من النادي الاهلي وابرزهم محمد محمود ومصطفى سعد ميسي. فيا صاحبي تعمل لايك واشتراك وتكمل الفيديو معايا للاخر. يا صاحبي هنتكلم عن الراحلين على النادي الاهلي. طبعا مفيش حاجه بشكل رسمي حتى الان، ولكن في بعض الملامح وبعض الحاجات اللي بتبان كده في النادي الاهلي ان في اسمين مرشحين بقوه ان هم يخرجوا من النادي الاهلي، اذا كان اللاعب في نص الملعب ولاعب كمان في خط الدفاع وفي لاعب تاني وتالت ورابع، في لعيبه كتير ممكن تخرج من النادي الاهلي، ولكن في اسمين واضحين جدا ان هم هيخرجوا من النادي الاهلي. اللاعب الاول هو محمد محمود نجم النادي الاهلي في وسط الملعب. محمد محمود لاعب كويس وامكانياته ومهاراته وموهبه، ولكن اصاباته كتيره، واللاعب مش هياخد فرصه في وجود السلايه وديانج وحمدي فتحي ولاعيبه كتير، وطبعا رجوع عمار حمدي، يعني كل ده في نص الملعب. فمحمد محمود بنسبه كبيره مارسيل كولر مش محتاجه مع الفريق في الفتره القادمه. اكيد النادي الاهلي مش هيبيع محمد محمود لانه موهبه زي ما انتم عارفين. محمد محمود هيتم عرضه للاعاره لاحد الانديه، وفي انديه كتير في الدوري المصري بتحاول ان هي تتعاقد مع اللاعب محمد محمود على سبيل الاعاره، او حتى النادي الاهلي لو كان عايز يبيعه. ولكن محمد محمود يقترب من الخروج من النادي الاهلي على سبيل الاعاره، وطبعا مش هيتباع محمد محمود. ده اول لاعب مرشح ان هو يخرج من النادي الاهلي. اللاعب الثاني معانا هو مصطفى سعد ميسي. مصطفى سعد ميسي من ساعه لما جه النادي الاهلي وهو اصلا ما شافش الملعب مع النادي الاهلي، طبعا مش ضعف قدرات منه ولا امكانياته ولا اي كلام ده، لا، مصطفى سعد ميسي مش لاقي فرصته مع النادي الاهلي، او صعب ان هو ياخد فرصه مع النادي الاهلي. في كلام بيتقال ان سيراميكا عرض على النادي الاهلي ان هو يستعير مصطفى سعد ميسي مره ثانيه لغايه لما النادي الاهلي يحتاجه او يثبت وجوده مره ثانيه مع نادي سيراميكا، او يكون ليه مكان مع النادي الاهلي. لو كمل مع النادي الاهلي الفتره القادمه مش هيلاقي فرصه خالص مع النادي الاهلي، واللاعب موهبه كبيره، وده تاني اسم مرشح ان هو يخرج من النادي الاهلي.